ازيكم؟ انا ما عرفت اعمل حاجة للمشكلة حقت الصوت. معلش، الصوت كان فيه شخشخة زي ما الناس قالوا. بيتلكوه بعدين الفيديو، يعني ما ضروري، معلش، ما ضروري يكون يعني كل الحاجات. المهم أنا اتكلمت منه، أنا وممكن أقول تاني، أنا فاطمة الحسن محمد أبو كنا، باحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا. كنت في المعمل المركزي وخلصت دكتوراه في أبحاث الخلايا الجذعية، وكانت عندي منحة بنك التنمية الإسلامي. فالجزء الأول اللي كان فيه مشكلة في الصوت كان عن الخلايا الجذعية، وكيف بدينا أو كيف أنا مشيت في التريننج. في الجزء ده هتكلم عن منحة بنك التنمية الإسلامي. طيب، بنك التنمية الإسلامي هو مقره في السعودية في جدة. بنك كبير من البنوك يعني الكبيرة أو المعتبرة. فيه عضوية أو مساهمة كم دولة من بين السودان؟ السودان مساهمته 5 من 10%. وفي مشاريع كثيرة بيعمل البنك التنمية الإسلامي، مشاريع تنموية كبيرة بيعمل بنك التنمية الإسلامي، بالإضافة للمنح الدراسية. عنده منح دراسية للبكالوريوس، ومنح دراسية للماجستير، ومنح دراسية للدكتوراه وما بعد الدكتوراه. وفيها عندهم كمان منح لدبلومات تقنية. المنح للبكالوريوس وللماجستير هي للدول الأقل نموا، وغالبا بتكون الدول يعني أغلب الدول اللي ما عندها مساهمة في بنك التنمية. السودان ما عندهم منح للسودان للبكالوريوس وللماجستير، بل إنه الناس من الدول الثانية بتجي بمنحة عشان تقرأ في السودان. وفي جامعات سودانية معتمدة عند البنك الإسلامي بتجيب لها الناس الممنوحين عشان يعملوا عشان يقروا البكالوريوس والماجستير. المهم، الحاجة اللي بتهمنا هنا هي المنحة اللي أنا أخذتها، هي منحة النابغين في العلوم والتكنولوجيا. تمام، المنحة دي بتغطي 3 سنوات، فيها غير الرسوم الدراسية، فيها تذاكر طيران ماشي وراجع بعد 3 سنوات، فيها معيشة، وفيها حضور مؤتمرات، وفيها كتب بدل حق كتب، وفيها كم حاجة. طريقة التقديم ليها، هي بتفتح تقريبا، أنا فتشت في الموقع حقهم ما لقيت تحديدا اليوم، لكن عملت لكم فايل فيه كل الروابط اللي ممكن تستفيدوا منها إنكم تقدموا للمنحة دي ومنح تانية. المهم، الإعلان عنها بيكون عبر المكاتب. يعني بنك التنمية الإسلامي عنده مكتب في كل دولة من الدول الأعضاء. بالنسبة للسودان عنده مكتب تابع لوزارة المالية. ده زمان كان في عمارة التعاون الدولي، في عمارة التعاون الدولي قريبة لشارع النيل، أنا ما بعرف الوصف كيف، لكن هي كانت مقابلة وزارة الداخلية، المكان اللي بيطلعوا منه الجوازات. فالتقديم بيكون عبرهم هناك. الناس يلا المنحة لأنها بتجي للدولة ما بتجي للأشخاص، ولا بتجي للمراكز، بتجي للدولة.
فالناس بتقدم. عشان كده أغلب الناس أو كل الناس اللي بيقدموا منحة بنك التنمية الإسلام بيكونوا أوريدي عندهم، أو بيكونوا أصلا عندهم وظيفة حكومية، وبترشحوا من المؤسسة اللي هم شغالين فيها. الحاجات المطلوبة للمنحة، منحة بنك التنمية الإسلامي للدكتوراه والدراسات ما بعد الدكتوراه، الشرط الأول إنه تكون في مؤسسة حكومية، وتترشح من المؤسسة الحكومية، ويكون عمرك ما أكثر من 35 سنة للدكتوراه وأربعين سنة لأبحاث ما بعد الدكتوراه. خلاص تاخد الترشيح ويكون عمرك كده، ويكون عمرك الحاجات اللي قلنا 35 للدكتوراه و40 للبحوث بعد الدكتوراه. يكون عندك شهادة بتاعت إجادة لغة للبلد اللي أنت ماشيها، والبلد اللي أنت ماشيها والجامعة اللي أنت ماشيها محددة بنك التنمية الإسلامي إنه يكون من الجامعات الـ50 الأوائل في العالم، أو الجامعات اللي عنده معاها تعاقد. وأخذت لكم الروابط للجامعات المتعاقد معها البنك. نمرة 1 هو أنت تكون في مؤسسة حكومية مرشح منها، يكون عمرك في الحاجة اللي احنا قلناها، يكون ماشي لجامعة أو دولة أو جامعة في الجامعات المحددة البنك. نمرة 5 يكون البحث حقك بيخدم البلد حقك، وبيكون في المجالات المحددة البنك. البنك محدد مجالات كثيرة، منها المجال الطبي والهندسة والإلكترونيات، حاجات كثيرة. برضو خدت لكم الرابط للمجالات المحددة البنك. تمام، عندي الحاجة. الحاجة الثانية أن يكون عندك شهادة لغة للدولة اللي أنت ماشيها. ماشي تعمل الدكتوراه في فرنسا، يكون عندك شهادة لغة أنك بتعرف فرنسي. ماشي تعملها في بريطانيا، يكون عندك مثلا شهادة بإجازة اللغة الإنجليزية حسب الدولة اللي أنت ماشيها. الحاجة اللي بعدها أنه يكون عندك مقترح للبحث اللي أنت هتعمله حسب المجالات المحددة البنك. تمام، وبتكتب فيه انه كيف بيفيد البلد اللي انت ماشيها. دي الحاجة. الحاجة الثانية انه يكون عندك مشورات بحثية، او يكون عندك بحوث انت نشرتها، او اسمك داخل في مشورات بحثية. تمام، الطلبات كلها بتمشي لمكتبهم تابع لوزارة المالية. بتتجمع هناك، عندهم لجنة بتفرز الطلبات على حسب الحاجات الطالب البنك الإسلامي. بعدها بيرسلوها للسعودية، المقر هناك في السعودية. عندهم لجنة بتعمل فرز للطلبات دي بطريقة أدق تانية. يعني مثلا إحنا هنا في السودان كان بيرسل 25 فايل في السنة. الطلبات ممكن تكون كم من 60، احنا سنتنا كنا قدمنا كم من 60، 25 منهم مشوا للسعودية أو ترسلوا للسعودية. هناك عندهم لجنة علمية بتفرز الطلبات. الحاجة اللي يعني مش كويسة، المهم الحاجة الما مريحة في المنحة حق بنك التنمية الإسلامي في المرحلة دي، إنه لا المكتب هنا في السودان ولا هناك في السعودية بيكون عندك معاهم كونتاكت. يعني ما بيرسلوا لك، لو فايلك من السودان ما مشى السعودية، ما بيقولوا لك فايلك ما مشى، انت بتكون منتظر. لو فايلك مشى السعودية وما أخدوك، ما بيرسلوا لك بيقول لك ما أخدناك. يعني بس هما بيراسلوا للناس المختارين، فانت بتكون قاعد متحير، ما عارف انا ما أخدوني ولا الناس دي المتأخرين. دي الحاجة يعني المفروض يشتغلوا عليها، او يعني يكون فيها تطور أكثر. لما يختاروك ناس بنك التنمية، بيرسلوا لك إيميل بيقول لك إحنا اخترناك، بيجيك لستة بالناس ذات اللي هم كانوا معاك في اللستة دي، وبيطلبوا منك معلومات تانية، اللي هي بيطلبوا منك حاجات زيادة أنت المفروض توفرها. تمام، بتوفر الحاجات اللي هم طالبين منها، وبعدك بتمشي الدراسة. أول منحة 3 سنوات، نحن في وقتنا كانت 3 سنوات، بتغطي زي ما قلت الرسوم الدراسية، وبتغطي السكن والمعيشة، وبتغطي حضور مؤتمرات 2، ومعاها لو الزول عنده أسرة
برضو بيدفعوا للأسرة وللأطفال، لحد 4 أطفال معاكم، لكن حاليا بس اللي زول المبتعث اللي ماشي يقرأ، بعدها ما في. تمام، دي الحاجة بتاعت البنك. كان زمان بيعمل تمديد، لو انت شغال في بحث وما خلصته ممكن تعمل ليهم، تعمل تمديد ويدوك زيادة، لكن من سنتنا احنا لما نخلص السنة الثالثة ما كان في حاجة. تمام، انا عارفة الناس زعلانين ليه، لكن عموما المهم انا المعلومة اللي عندي بطلعها. تمام، دي المين حقت بنك التنمية الإسلامي، غير دي حقت الدكتوراه. في تاني الأبحاث ما بعد الدكتوراه، دي برضو نفس الحاجات الـ نفس الشروط، غير إنه العمر يكون 40 بدل 35. ودي أصلا من البداية ما كان في ما ما بيكون فيها ما بيكون فيها إعاشة لأسر، بس الزول المبتعث. ونفس الطريقة بيدوه تذاكر ماشي وتذاكر راجع بعد نهاية المدة، وهي أصلا نهاية المدة سنة، ما بتزيد، ممكن أقل لكن ما بتزيد من السنة دي لدراسات ما بعد الدكتوراه. وبرضه بتكون في الجامعات الـ50 الطب، أو في الجامعات المتعاقد معاها بنك التنمية. الجامعات المحددة بنك التنمية من مروة فاروق، الجامعات المحددة بنك التنمية الإسلامي. أنا أخدت الرابط، هعمل لكم الفايل الحاجات المفيدة كلها. تمام، بعرف بعض الجامعات اللي هنا متعاقد معاها، زي جامعة نوتنغهام اللي أنا فيها، في جامعة كامبريدج، في إمبريال كوليج، في جامعة أكسفورد، في جامعة برمنغهام، في بعض الجامعات يعني دي اللي أنا بعرفها. لكن يا مروة هتلاقيها في الفايل اللي أنا حرفها. تمام، دي عن بنك التنمية الإسلامي. في تاني، للناس اللي بيفتشوا على مؤتمرات أو كورسات أو بيفتشوا عليه فترة بحثية، في حاجة اسمها الـ ICGEB أو الـ ICGEB زي ما الناس أغلب الناس بيقولوا عليها. هي اسمها International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. دي اللي عندهم دورات تدريبية ورش عمل، وعندهم كورسات، وعندهم مؤتمرات، وكمان ممكن تاخد منهم تمويل لبحوث أو تمشي تعمل معاهم دكتوراه. وبرضه حطيت لكم الرابط عنها. دي طبعا البايوتكنولوجي والحاجات دي قريبة لناس الميديسين. الحاجة الظريفة في ناس الـ ICEGB إنهم الكورسات أول المؤتمرات اللي هم بيعلنوا ليها ما عليها رسوم تسجيل، يعني انت بتمشي فري، يعني ما بتسجل ليها. وعندهم فنادق بينزلوا فيها الناس، يعني كمان ما بتدفع للسكن خلاص. لو انت ماشي مقدم حاجة، يعني ماشي عندك بوستر عارضة وعندك فترة سيشن بتاع توك، دي بيدفعوا لك تذاكر الطيران، أو يدفعوا لك جزء منها. دي برضو بتفيدكم شديد، لو اتسحلت ليكم ومشيتوا، يعني ما تمشوا تحضروا وبس، يعني اعملوا علاقات، اعملوا كونتاكت مع ناس استفادوا منه اللي قدام. تاني في International Center for Theoretical Physics، ودي Theoretical Physics دي في إيطاليا، ودي تحديدا للناس مثلا الناس الفيزياء، وفي حاجة ممكن يدخلوا معاهم الناس الانرجي والهندسات والحاجات دي. برضو عندهم برضو دورات تدريبية، وعندهم فترات بحثية، وعندهم حاجات كثيرة. أنا خطيت لكم الرابط والكلام ده كله هتلاقوه في الفولدر، في الفايل اللي أنا هنزله ليكم. تمام، تاني في تاني منح تاني منح للماجستير وللدكتوراه. الماجستير صعبة شوية، لكن المهم أنا خطيت لكم الرابط حقها، إن findamaster.com، findaphd.com، وفايند بوست دوك للناس اللي خلصوا دكتوراه وعايزين يشتغلوا بوست دوك بيفتشوا عليها وكده. تمام، في تاني المنحة
في تاني جامعة نوتنغهام. جامعة نوتنغهام عندها منح لدكتورة، دي طبعا مرات بتكون للناس البريطانيين بس، ومرات بتكون للناس الأوروبيين، ومرات بتكون للناس الانترناشونال، ودي برضو بتكون صعبة شوية. برضو خليت لكم الروابط حقتها، ممكن تستفادوا منها لقدام. طيب ثواني. في تاني السكولرشيب بتاعت ال developing solution دي لناس الماجستير، ودي عاملاها جامعة نوتنغهام. برضو دي يعني هي عندها بتدفع جزء من الرسوم الدراسية، وبتكون مناسبة أكثر للناس اللي بيكون already عندهم وظيفة في التعليم العالي، دي بتسهل لهم شديد. أو لو أنت عندك المقدرة إنك تدفع بقية المصاريف، برضو خليت لكم الرابط ممكن تستفادوا منه. تمام. تاني في منحة برضه حقت ال Women in Science للنساء في العلوم، دي برضه خليت لكم الرابط حقها وهتستفادوا منها برضه. وما أعتقد أنا عندي حاجة تانية أتكلم عنها. المهم التقديم لبنك التنمية الإسلامي بيفتح وتقريبا زي 2 أو 3 شهور، دي للتقديم. التقديم بيكون عبر مكتب بنك التنمية الإسلامي في السودان، لأن السودان من الدول المساهمة في البنك. المكتب حقهم تابع لوزارة المالية، والموقع حقه في عمارة التعاون الدولي تقريبا في الشارع اللي بين مقابلة وزارة الداخلية في شارع النيل. عمارة كبيرة يمكن 9 طوابق لونها أزرق. ده المكتب فيها هناك. ممكن تسألوهم. أنا خدت لكم الرابط، وهم ذاته عندهم جدول فيه الدول والمكاتب حقتهم بالتلفونات، لكن ما أعرف التلفون لسه بيكون شغال ولا لا. المهم هي ما بعيدة، إذا لقيتوا طريقة مشيت سألتوا عنهم. عيد الكلام تاني عن منحة بنك التنمية الإسلامي، إنها منحة لدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه. عندهم منح تاني نفس البنك للماجستير وللبكالوريوس، لكن السودان ما ضمن الدول اللي ممكن يمولوا للماجستير أو للبكالوريوس. تمام. بيمولوا أكثر للدكتوراه في مجالات معينة، اللي هي أنا حرف عليكم الرابط حقها، مجالات المفتوحة للاي دي بي، والدول برضو الناس اللي بتمشي ليها المنحة، يا إما دكتوراه ودراسات بعد الدكتوراه. عندها شروط. شروط العمرية اللي هي 35 للدكتوراه، لحد 35، أكثر من 35 ما بيشيلوا طول الدكتوراه. للبحوث ما بعد الدكتوراه عندهم 40 سنة. بعد غير العمر، هو قلنا العمر 35 بالدكتوراه و40 للدراسات بعد الدكتوراه. تمام. المنحة حق البنك التنمية الإسلامي إنها هي جاية للدولة، اللي هي يعني المنحة للجفرمنت ما للأفراد ولا للمؤسسات نفسها. عشان كده يعني الدول اللي بيكون داير يقدم لمنحة البنك التنمية الإسلامي بيكون هو أصلا عنده وظيفة في مؤسسة حكومية بيترشح منها. دي الحاجة التانية، ترشح من المؤسسة الحكومية. عنده مقترح بتاع رسالة في المجالات المحددة للبنك، والرابط هتلقوهم. كل الحاجات دي أنا هعملها في فايل واحد وهكتب عليهم. خلاص. في المجالات المحددة للبنك بتقدم أنت بتقدم لل آه بتقدم لجامعة مما تكون في الـ50 الأوائل في العالم، أو التوب 15 يونيفرسيتي، أو الجامعات المتعاقد معها بنك التنمية الإسلامي. تمام. بيكون عندك مقترح بحث بيفيد كيف، وبتعمل معاه وتربطه انه كيف بيفيد الدولة اللي انت فيها، وانك مفروض تجي راجع.
تجي راجع بلدك، تمام. يكون عندك إجازة لغة للدورة اللي أنت ماشيها، يكون عندك قبول من الدورة اللي أنت من الجامعة اللي أنت ماشيها، ويكون عندك مشورات بحثية في المجال، تمام. لو تسهلت، لو ربنا سهل وأخذوك في المنحة قد بنك التنمية الإسلامي في عقودات، العقد الأول بين بنك التنمية الإسلامي والمؤسسة اللي أنت طالع منها، اللي هو ده بيكون إنه بنك التنمية بيشترط على المؤسسة اللي أنت فيها إنه يحطوك في بعثة دراسية، ووظيفتك تكون محفوظة، ومرتبك يكون ماشي لحد لما ترجع. ده العقد الأول. العقد الثاني بينك أنت وبين البنك الإسلامي، إنه أنت تكون موافق إنك تمشي المنحة دي، تكون ملتزم بالضوابط وباللوائح اللي في تماشيها، وتكون يعني تعكس جانب كويس من يعني جانب كويس، عشان أنت يعني جاي من بلد المفروض تعكس عنه صورة كويسة، وجاي مبتعث من مكة التنمية ممكن برضه المفروض تعكس صورة كويسة عن المبتعثين من مكة التنمية. الثالث، العقد الثالث بينك أنت والمؤسسة حقتك، يعني في الحال حقتي أنا إنه أنا عملت عقد مع المعمل المركزي اللي هو أنا شغالة فيه، إنه أنا المفروض أرجع، تمام. دي الحاجات المفروض يعمل بنك التنمية العقود اللي بنعملها. بيجيك القبول، بيطلبوا منك يعني الأول لما تكون شورت ليستد أو اختاروك في المرحلة الأولية دي، بيطلبوا منك حاجات تانية بترسلها ليهم، وعلى ضوء هم بيدوك الموافقة النهائية. لما يدوك الموافقة النهائية بعدك بيكون بيكون بيدوك تمشي تعمل كشف طبي، انه انت لايق طبيا وبتقدر تسافر وبتقدر تنجز الدكتوراه اللي انت ماشيها او البحث اللي انت ماشيه، وبعدك هنا بتمشي. لما تمشي هناك مطالب بانه تعمل تقرير كل 6 شهور، وتقرير سنوي ده اللي بترسله لناس البنك، وغير انه مشرفك برضه بيرسل ليهم، وغير كده ناس البنك بيرسلوا لناس الجامعة انه يدوهم تقارير سرية عنك انت. فبس الحاجات المتعلقة بالمنحة، اللي هي قلنا المنحة بتغطي تذاكر الطيران ماشي وجاي، يعني ماشي وراجع بعد 3 سنة، بتغطي الرسوم الدراسية، والرسوم الدراسية بتدفع مباشرة للجامعة، ما بيدوك لا في يدك وانت بعدك تمشي تدفع، تمام. بتدفع مباشرة للجامعة، بيدوك رسوم إعاشة، بيدوك رسوم إعاشة وسكن، بيدفعوا لك حضور مؤتمرات 2، وبيدفعوا لك بدل كتب أو كمبيوتر برضه، ولو عندك يعني حاجة تانية بتعملها قبل الدكتوراه ما بتمولها، زي مثلا احتجت كورس بتاع لغة ما بتمول من البنك التنمية الإسلامي، لو احتجت تدريب برضه ده ما داخل في المنحة. انت لما تمشي المنحة المفروض تبدي طوالي دكتوراه، تمام. خلي ما في زول عنده سؤال، ما في حاجة، انا ليه ما شايف. طيب، في زول اسمه محمد ابراهيم، محمد ابراهيم، محمد عبد الرحمن، في منح لله. منح للماجستير، طبعا لانه انا هنا الكمبيوتر حقي ما اعرف شكله معلق، لكن هشوف هنا في التليفون. محمد عبد الرحمن بيسأل إذا في منح للماجستير. أنا الفكرة الأساسية إنه أنا أتكلم عن منحة بنك التنمية الإسلامي، اللي هي أصلا ما فيها ماجستير، فيها لكن ما للسودان، لكن خطيت ليكم روابط أنا هنزلها بعد اللايف ده طوالي، هنزلها وتلقوها في الفايلز، يعني بتخشوا الجروب سودانيز ريسيرش انشيتيفز، بتخشوا للفولدر فبتلقوها، تمام. في منح لها لل
منح لبريطانيا حقت ماجستير، الكومبيتيشن حقها والمنافسة حقتها عالية. خدت ليكم انتوا حظكم. عبد الله الصادق ابو ريا العامل وظيفة من حاسة. كل حاجة مكتوبة يا عبد الله، لو ربنا قاسم لك كم منحة بتلقاها، لو ماجستير بتلقاها ان شاء الله. عزيزة شكرا. فاطمة علي طيب. سناء هي كانت زمان يا سناء بتتمدد للسنة الرابعة، وفي ناس بياخدوا أكتر من السنة الرابعة، لكن بنك التنمية الإسلامي زي أي دولة أو بنك تاني حصلت له مش مشكلة، يعني بقى ما بيمدد للمنح. فاطمة علي طيب. الجامعات المحددة البنك يا مروة، أنا قلت هتبيل اللي هي كم جامعة من بين جامعة نوتنغهام اللي أنا فيها، و في جامعة تانية هتلاقيها في الفايل اللي أنا رسلته. مهدي الابليكيشن شود بي ان سودان. ايوه الابليكيشن في السودان، لانه التقديم او الابليكيشن بيتم عبر مكتب البنك التنمية في السودان. ايوه وهو تابع لوزارة المالية. تمام مبارك شكرا. طيب تاني في سؤال. قصي اسماعيل. قصي انا تكلمت شكلك جيت متأخر، لكن يلا مؤهلات المنحة اللي انا تكلمت عنها حقت الدكتوراه او ما بعد الدكتوراه من بنك التنمية الاسلامي، المؤهلات حقتها انه انت تكون اول حاجة تكون شغال في مؤسسة حكومية، لانه المنحة للحكومة مش للحكومة، يعني المنحة للدولة، خلينا من الحكومة حاليا. أيوة صح، نسيت أقول لكم إنه من المتطلبات إنه يكون أوريدي زول عنده ماجستير للناس اللي دارين يعملوا دكتوراه، ويكون عنده دكتوراه للناس اللي دارين بحوث ما بعد الدكتوراه. الشرط الأول إنه يكون عمرك أبطو لحد 35 ده للدكتوراه، و40 يا قصي للناس اللي بعد الدكتوراه خلاص، وإنك تكون شغال في مركز أو مؤسسة حكومية تترشح منها في خطاب ترشيح إنه نحنا فلان الفلاني شغال معانا مرشحين إنه يعمل الدكتوراه في المجال الفلاني، ويقدم لبنك التنمية. تمام. وإنه يكون عندك منشورات في المجال، والمجال اللي حدده بنك التنمية الإسلامي مجالات كثيرة من بين العلوم والهندسة والطب وكم حاجة، أنا خطيتهم كلهم في فايل إن شاء الله. إن شاء الله أول ما اللايف يخلص هنزله ليكم. إنه عنده منشورات، وإنه عنده خطة بحثية يشتغلها في نفس المجال اللي إحنا قلناه، وإنه عنده شهادة بتاعة إجادة لغة للدولة اللي هو ماشيها. لو أنت يا قصي ماشي فرنسا يكون عندك شهادة إجادة اللغة الفرنسية، ماشي حتى بتتكلم إنجليزي يكون عندك شهادة بتاعة إنجليزي. تمام. يكون عندك منشورات تقريبا دي الحاجات. يلا الرابط اللي أنا خدته للمنحة ممكن تخشوا عليه وبتلقوا الحاجات دي بالتفصيل، حتى الرابط اللي أنا نزلته بالعربي إذا في ناس يعني شوية الإنجليزي خالص معاه. ريان هارون كان يبلي سيف فيديو. طيب تمام. أكيد حيسيف إن شاء الله. متطلبات أدم ندى عمر تقريبا. قلتها قبل شوية أعتقد بتكون سمعت الكلام. ما الماستر فقط؟ على حسب، لو انت داير دكتوراه المفروض يكون الماستر عندك، او يكون حتى عندك ماستر وليه سنتين، او عندك خبرة بحثية. يسرى
طيب شيماء ازيك؟ طيب اتخلينا، في ناس كثيرين متابعين او ما عندهم اسئلة. عموما انا حسيف هحفظ الفيديو، وبعد بعد تحفظ ممكن الناس تمر عليه وتسمعه، ولو في اسئلة ممكن تاخدها كتعليق وانا برد عليكم ان شاء الله. ما شايفة في ناس عندهم حاجة. طيب مهدي، مهدي أنا عملت الدكتوراه في جامعة نوتنغهام في بريطانيا، هي من الجامعات المتعاقد معها بنك التنمية الإسلامي. هي أيوة، الجامعة عندها منح، لكن أنا ما جيت عبرها. عندها منح بشروط معينة، برضو خدت لكم في الرابط حق جامعة نوتنغهام المنحة الموجودة فيها. full or partial. أنا ما أعرف أتكلم على البي اتش دي ولا على الماستر. عموما في جامعة نوتنغهام في حاجة اسمها Developing Solution، دي أنا ما جيت بيها، أنا جيت للدكتوراه، لكن في ناس كثيرين جو لماجستير بالديفلوبمنت سوليوشن، وهي فعلا بتدي بارشيال او بتدي فند جزئي للرسوم الدراسيه. رسوم المعيشه ممكن تلقاها في تجيبها من محلات تانية. تمام، خدت لكم الرابط حقها برضو. طيب في حالة انه يا مهدي انت كنت بتسأل على ماجستير، الماجستير اللي هي برضو بتخلي هي لل 50%، 75 أو 100%، وبتكون يعني بس رسوم دراسية. لو اتسهلت واخدت المنحة للرسوم الدراسية، لو اخذتها للرسوم الدراسية وما عندك للمعيشة، في اوبشن تاني انك تقدم ليه، وفي حاجة في منحة غردون. غردون ده للناس اللي ما بتعرفوا، جنرال انجليزي كان في السودان لما كانوا محتلين السودان، واتقتل هناك، واهله هنا عاملين ليه حاجة تشاريتي او اسمها شنو هي، بدو منحة للسودانيين. المنحة دي بتغطي، بتديك يعني تخيلي لحد 550 600 في الشهر. بيتم التقديم لها من شهر 12. يا مهدي إن شاء الله تكون لسه قاعد. التقديم لمنحة غردون، أنا حاطط لك الرابط حقها. تقديم لمنحة غردون من شهر 12 لحد شهر 2، وبرضه نفس زيها وزي أي منحة تانية، المفروض يكون البحث اللي انت بتشتغله او الحاجة اللي انت عايز ليها المنحة دي حاجة بتستفيد منها الدولة، وانه انت تكتب ليهم انه انت هترجع بلدك وهيستفيدوا منك بالحاجة الفلانية. الحاجة الكويسة في منحة غردون انه يعني لما تطلع لك بيوروك ان هي 6 شهور، هي سنة، هي كده بتقدم، وبس بنزل لك في حسابك في البنك، بتنزل القروش دي. وتقريبا هي ما كثيرة، لحد 550 تقريبا في الشهر او 600، لكن ممكن كل سنة انت تقدم ليها. زي ما شاء الله في ناس يعني بيقدم السنة الاولى بتطلع ليهم، واللي بعديها بتطلع ليهم وكده. فبس ال550 ممكن تعيشك يعني في نوتنغهام. في مدن تانية زي لندن وأكسفورد غالية، 550 ما حتعمل لك حاجة، أو 600 ما حتعمل لك حاجة لو أنت بس بقيت عليها. لكن في نوتنغهام ممكن إذا قعدت في سكن مشترك مع الطلبة أمورك بتمشي. طيب أنا عشان أتذكر ده هسه مع مهدي،
الأردن. إن شاء الله تسهل عليك دنيا حقت بريطانيا. طيب تمام دنيا حقت غردة، خليني أعملها في الفايل عشان الناس تستفيد منها. أغلب مبسوطين بيرسل حاجات بتاع الضحك عموما. خلصت، خليه لحد كده، ما في زول عنده سؤال. زي ما قلت لكم، انا لما اخلص الفيديو هحفظه، وبعدك اي زول عنده استفسار تحضروه بطريقتكم، تجهزوا الداتا، اسمها داتا هي ميجا بايت، تحضروه، واذا اي زول عنده سؤال يحطه في الكومنت وانا بجاوب عليه ان شاء الله. تمام، طيب سؤال تاني. ما مشكلة، فاطمة أسف التعبير بالغلط، ما فرقت. عندي أصلا رسالتي شكل بضحك مبسوط، ربما يبسط الناس كلهم. عوض محمد حامد، أنا ما أقدر أوصل لله، ثواني المسج حقته كله ما نزل لي. طيب، أنا طبيبة عاملة الزمالة البريطانية لطب الأسرة، عمل طبيب عام في السعودية. منحة حقت شنو اللي أنتي عايزاها؟ منحة حقت ماجستير. ماجستير زي ما قلت ممكن تعملي بتاعة الديفلوبينج سوليوشن دي في جامعة نوتنغهام. الجامعات التانية أنا خدت لكم رابط ممكن تشوفوه، يعني معظم المنحة اللي بتطلع بتكون مثلا للبريطانيين للأوروبيين، وبسيطة جدا للإنترناشونال، لكن خدت لكم الرابط. أول ما يخلص الفيديو هتلقوها كلها. عبد الرحمن عبد العال، موضوعكم شنو؟ الموضوع أول كان عن تجربتي أنا الشخصية، وده خلص قبل. وهسه حاليا عن المنح من بنك التنمية الإسلامي وبعض المنح المتوفرة يا عبد الرحمن. طيب، أنا ما بتنزل لي كل الحاجات دي، لكن بحاول. ما عارفة. غادة، ما قدرت أصل لنهاية المسج حقتك، معلش أنا دخلت متأخرة، ما فاهمة. طيب، أنا ما قادرة أصل لنهاية المسج حقتك.
عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الآل، المنحة اللي أنا قصدتها ولا تكلمت عنها هي منحة بنك التنمية الإسلامي. بنك التنمية الإسلامي ده بنك موجود في جدة، فيه عضوية دول كثيرين، في عضوية دول كثيرين، من بينهم السودان، وعنده منح لدكتوراه، عنده منح لدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه. يا عبد العال، حتلقاها في ال حتلقاها في ال في بداية الفيديو، وأنا هعمل هنزل لكم فايل فيه كل الروابط للمنح للدكتوراه وبعضها للماجستير، مع إن المنافسة للماجستير قوية شوية. غادة، أنا ما قادرة أصل لنهاية لنهاية الرسالة حقتك. بشير الإمام عندي بتطب أسنان من جامعة عجمان، ممكن منحة؟ طيب، هي يعني دائما منحة لماجستير صح؟ منحة لماجستير بتلقاها في الرابط. أنا هنزل فايل بعد شوية أو كده، ممكن بحاول أعمله لكم هسي إذا بيفتح لي صفحتين. معلش بس ثواني هقول لكم الرابط حق الفايل عشان الأسئلة الكثيرة. إنه نعمل هرسل لكم الرابط بعدين، أنا رسلته لكن ما عرفت أوصل كيف. طيب نشوف الأسئلة، معليش هرجع عليها تاني. ثواني، أنا واقفة في غابة. غادة منحة ماستر هندسة، خريجة بعد سنة، ربنا يوفقك إن شاء الله. في زي ما قلت لكم في جامعة نوتنغهام فيها الديفلوبينج سوليوشن، ودي هتلقوها في الفايل، بس الكمبيوتر شوية معصر يا جماعة، ما قادرة أعمل أنزل الفايل. تمام. من طب أسنان منحة لماجستير أكيد صح. ديفلوبمنت سوليوشن، وفي تاني منح بتاعت بريطانيا أو غير بريطانيا برضو، خدت عليها الرابط. عموما هي www.findthemaster.com، بعدين بتخدي المجال اللي أنت عايزاه. نهال، ربنا يوفقك، شكرا. تحكي لنا عن بحثك. بحثي كان عن الخلايا الجذعية الجنينية، ودي خلايا جذعية
الخلايا الجذعية الجنينية والخلايا الجذعية الأدلت أو البالغة، تمام؟ في السنة الأولى كان على الخلايا الجذعية الجنينية وتحويلها لخلايا بتاعة كبد، عشان بعدين يكون موديل نشوف فيه ندرس فيه السمية بتاعة بعض الأدوية الجديدة أو إن إحنا دارين نطورها. الجزء الثاني كان خلايا جذعية بشيلها من الكبد، من الكبد بتاعة إنسان، بطلعها برا وبعمل لها بعمل بكثرها برا، بعمل لها بروليفريشن أو بخليها يعني أخليها تنقسم كتير، وبعدين استفيد منها رجع تاني لخلايا حق الكبد وأعمل فيها معالجات تانية. أكثر دولة متقدم فيها النوع ده من الأبحاث أمريكا. أمريكا متقدمين شديد 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 في الأبحاث الخلايا الجذعية، وهم بدوا أوريدي إنهم يعالجوا بيها يعني من 2015. أنا لما مشيت المؤتمر كان ما شاء الله يعني متقدمين فيها شديد. منح للبكالوريا على حسب يعني حسب علمي، انا اقعد يعني بامانه بامانه ما فتشت انه ادور على روابط لدراسه البكالوريوس، معلش يعني هم عمر سموي سمسينج. طيب سنبل في اوروبا ما كنت الحاضر شيء. طيب عبد العال ما قدر أقرأ المسج حقته كلها، في مشكلة عندي في الكمبيوتر وفي اللابتوب في التليفون برضو. المهم يا عبد العال إنه المنحة اللي أنا اتكلمت عنها حق الدكتوراه، لكن حاطة روابط لماجستير، بس خلي الفيديو ينتهي وبتنزل الروابط، تمام؟ عبد العال شاكر لك كتير. قانون، طيب ناس القانون أو برضو عندهم منح. شوفوا المنح بتاع جامعة نوتنغهام في ديفلوبمنت سوليوشن في تخصصات كثيرة. الماجستير أيوة محمد عمر سولو كيب فور ام بي اي في أيوة في شوف دبليو دبليو خليني أكتب عليه دوت فايند MBA تقريبا دوت كوم، لو ما هو بيقول لنا الحاصل شنو. ايوه ماجستير في القانون. يلا يلا يا هو نفسه بشير ولا ده محمد عمر؟ مين اللي قال قانون؟ بشير. بشير هي المنحة بتجي للشخص، يعني ان انت بتفتش على القبول وبعد ذلك بتفتش على المنحة. يعني المنحة أنا بتكلم عن دكتوراه، معليش. أيوة في Development Solution ممكن تلقى بتاعة القانون. شكرا حفصة، أنا محتاجة لأي حاجة، شكرا. لو محتاجة حاجة ألف عاوية. شكرا شكرا كثير، شكرا، ما قصرت. ماجستير في الصحة العامة في أيوة في دي في نوتنغهام، في يعني بعرف في ناس أخذوا وخلصوا ماجستير في الصحة العامة، أيوة في الصحة العامة البابليك هيلث، صح؟ أيوة في فايند ان ام بي اي شكلها ما ظريفة. مال اللينك الماين، ثواني خليني في زول بيسأل عن ال MBA، صح؟ أنا هنزل لك الرابط هنا find the MBA. معلش قبل ما تنسى نفسه المفروض يمشي، تمام؟ أيوة. رضوان ماستر بابليك هيلث، أيوة environmental health هي يلا هي مش في ماستر حق الحاجة الفلانية. الفكرة انه انت بتقدم للماجستير، والمنحه بتجيك لقدام للرسوم الدراسيه او للمعيشه. يعني مثلا ما بيجيك اعلان انه يوجد ماجستير
ماجستير للصحة العامة، وانت بتمشي عليه، وانت بتمشي للجامعة المعينة بتفتش لو في عندهم الكورس بتاع البابليك هيلث او القانون اللي بشير سأل عليه. بتمشي بتاخد القبول، بالقبول بعد ذاك بتمشي تفتش على المنحة. تمام. بكالوريوس للاي تي، البكالوريوس ده زي ما قلت انا، ومعليش يعني ما فتشت عليه روابط كثيرة، افتكرت انه الناس ما عندهم مشكلة في البكالوريوس. عموما البكالوريوسات الفاتحة غالبا بتكون في كندا، شفت مرة في بكالوريوس في كندا، ما عرفت شنو هي، لكن بشير شكرا يا بشير. سنبل سنبل شكرا لك كثير. وتسلم. كمبيوتر ساينس، ايوه. اشرف نور، يا اشرف. هي الـ انا اتكلمت عن المنحة، ما اتكلمت عن الدكتوراه في التخصصات المعينة. الدكتوراه انت بتمشي الجامعة اللي انت دايرة، بترسل لهم وبيوروك عندهم ولا ما عندهم، بتقدم التقديم العادي وبيجيك القبول، بتقدم له للمنحة. في حالتك انت بي اتش دي في الكمبيوتر ساينس، ممكن تشيل القبول حقك ده وتمشي تقدم به لازم كالتنمية الإسلامي. دي الحاجة اللي أنا يعني كنت بتكلم عنها. المنحة الدول الأوروبية الآيلز. أوكي، لا المفروض الآيلز أو التوفل، توفل ولا توفل ما متذكرة، الآيلز أيوة مفروض. كل جامعة عندها ليفل معين بتاع آيلتس ممكن بتحدده للناس، انه مثلا انا المينيمم او الحد الادنى للسكور او للليفل بتاع الانجليزي انه يكون 6.5 7 لحسب الحاجة اللي هم عايزينها. فبس الحاجة الكويسة في الآيلتس انه الشهادة حقته بتقعد معاك سنتين، يعني انت لو ربنا ما سهل لك السنة دي تقدم السنة الجاية بنفس الشهادة بتاعت الايلز. غازي ازيك يا غازي، اخيرا وصلت. طيب بشير، غادة بكالوريوس للاي تي، دي انا جاوبت عليها صح. الماجستير في الزراعة، زي ما قلت لك يعني ناس الماجستير، ناس الماجستير. طيب خلاص ما اعرف، انا بحاول اعمل، انا نزلته فايل، لو مشيته بهناك يعني فتشته على الفايلز موجودة في الجروب من هناك بتلقوها، انا نزلته قبل شويه لكن ما عرفت اجيب له الرابط، او غالبا يكون منتظرين البرميشن او الابروفل من القائمين على المجموعه. انا حاليا الليله مودريتر، لكن ما عارفه عندي الحقيقه انه انزل الفايل اللي انا عايزاه ولا لا. تمام. طيب ماجستير في الزراعة، معقول ما أنسى يا مهند، مهند خالد. أنا قلت إنه في روابط كده، خليني أحاول أعملها لك هنا، لكن ما متذكرة إنها. طيب فايند ماستر، أنا أعمل لها كوبي إن شاء الله تظبط المرة دي. دي للماجستير، شوف إذا عندهم زراعة ولا لا. أنت بتدخل في الرابط ده اللي أنا رسلته ده، وبعدك بتحدد في عندهم بوكس أو صندوق للبحث في الحاجة اللي أنت عايزها، بتكتب عليها الزراعة اللي عايزها أو كده. ماستر في المحاسبة، ماجستير في التغذية. طيب يا ناس الماجستير كلكم، أنا نزلت الرابط www www.findthemasters.com، ده بتلقوا فيه الماسترات الموجودة. ليه في دول زعلان على الكومنت ده؟ بتلقوا فيه الماسترات الموجودة. اللينك تحديدا اللي انا عملته دي الماسترات الموجودة للناس
غير أوروبيين أو الانترناشونال بتلقوها. الحاجة التانية ممكن انتوا تمشوا أي جامعة تفتشوا على الحاجة اللي انتوا عايزينها وتشوفوا لو في لو في منحة بتغطي، لو في منحة من الجامعة لكم انتوا as international student. تمام. في دكتوراه في الصيدلة. أنا شكلي حايد الكلام كتير. عينه. طيب أنا أنسخ لك الثاني، أنسخ عشان نكون عمليين شوية. ثواني. في ناس زعلانين علي شنو أنا ما عارفة. طيب جامعة عجمان الماجستير سنتين 75. معظم الماجستير هنا في بريطانيا بيكون بيكون سنة واحدة، بيكون زحمة طبعا، لكن بيكون زحمة يعني مضغوط. خلاص. دكتورة للصيدلة يا سارة. انا يعني الموضوع اللي انا بتكلم فيه عن المنحه قد بنك التنميه الاسلامي، والمنحه دي هي لدكتوراه للسودان، فيها دكتوراه وما بعد الدكتوراه. تمام. صيدله او زراعه او قانون، دي بتحدد المجالات اللي بيحدد البنك، اللي هو في رابط انا حنزله بعد يخلص اللايف. تمام. بتخش عليه بتشوف المجالات المحدده. وغالبا الصيدله فيها. تمام. المنحة أيوة للدكتورة، المنح للدكتورة لما بعد الدكتورة. التقديم عنها معلش يمكن في ناس جو هسه، التقديم عنها بيتم في المكتب في السودان. هي بنك التنمية الإسلامي بنك فيه الدول المساهمة فيه أو الدول الأعضاء إسلامية أو أغلب إسلامية، مقره في السعودية، عنده منح دراسية لدول من بين السودان. تمام. عنده مكتب في السودان، الناس بتقدم عبره، بتشيل الورق وبتمشي. يلا، لأنه المنحة يا سارة بشير، المنحة بتجي للدولة، يعني انت عشان تاخديها لازم تكوني شغالة في مؤسسة تترشحي منها للمنحة دي. تمام. الحاجات اللي انت المفروض توفريها انه يكون عندك مقترح حق رسالة في المجالات اللي قلناها، ويكون عندك منشورات بحثية قريبة للمجال أو في المجال، يكون عندك إجازة اللغة، لغة البلد اللي انت ماشاها. البلد اللي انت ماشاها محدد البنك انها تكون في التوب 50 يونيفرسيتي، ال50 جامعة عالميا. تمام. او في الجامعات المتعاقد معاها البنك، ودي هتلاقيها في رابط انا نزلت، انا هنزله. تمام. طيب. شروطه منه هي قلنا يكون عندك إجازة اللغة، ويكون عندك قبول، اللي هو انت اول حاجه بتمشي تفتش على القبول، بتجي شايله وتقدم بيه للمنحه. تمام. فبس. محمد الفاتح، ماستر سيفيل انجينيرينج. يا ناس الماستر، انا ما خطيت الروابط لناس الماستر، وبتشوفوها فايند ذا ماستر، عملتها قبل شويه. تمام. شهد ازيك. طيب. بي اتش دي ناصر محمد عبد الله، بي اتش دي كواليتي مانجمنت. يلا يا ناصر. انا قلت لكم انه انا الموضوع المين او الاساسي لللايف ده انه انا اتكلم عن منحة بنك التنمية الاسلامي اللي انا اخذتها. انا يعني بامانة ما اعرف اذا عندهم بي اتش دي او عندهم الكواليتي مانجمنت في المجالات المحددة البنك ولا لا، لكن هاخد الرابط قاعد في فولدر، اول ما يخلص اللايف هنزله. انا عملت له ابلود، المفروض ينزل عندكم، لكن تخليه لازم يعملوا له ابروفال، الادمين يعملوا له ابروفال. تمام. امل ياسين، عندي قبول من الجامعة. ايوه، انت يا امل عايزة ماجستير ولا عايزة دكتوراه؟ عشان الإجابة بتكون مختلفة.
صيدلاني الرازي شوقر حمد الزين حامد زين. طيب يا صيدلاني ويا حامد وناصر ناصر عبد الله، كان ناس بيسألوا على ال على ال على ال على البيتش دي. أنا قلت إنه الموضوع الأساسي عن ال عن ال عن اللايف ده إنه أتكلم عن منحة بنك التنمية الإسلامية، عندها مجالات عديدة. أنا ما متذكرة أو ما عارفة إذا هي المانجمنت فيها ولا لا، لكن عموما هعمل لك ال دكتوراه في السايكولوجي. عينه يا ناس بتسأل عن الدكتوراه في فلان وفي فلان. الجامعات أكيد عندها كل الحاجات دي، تمام؟ كل التخصصات اللي انتوا قلتوها دي. البنك بيحدد انه انا عايز امنح او عايز اساعد الناس في المجال الفلاني. انا ما متذكره اذا في للحاجات اللي انتوا قلتوها ولا لا، لكن عموما الرابط حق المنحه البنك التنميه الاسلامي والمجالات والجامعات المفروض تقدموا ليها قاعد، ده كله في فايل. اول ما يخلص الرابط سوري اول ما يخلص اللايف هينزل لكم حتى كل المعلومات. انا عين يا سيف الدين عثمان. انا الفايل عملت له ابلود لكن ما نزل عندكم، تمام؟ والحاجة ممكن اعملها، ممكن اعمل كوبي للحاجات اللي انا مجهزاها كلها وانزلها هنا عندكم، لكن هيكون كومنت طويل. و يلا ما أعرف هيعمل ولا لا. ما أعرف هيكون منشط ولا لا، عشان كده أنا كنت عايزة أعمله. كويس، تمام. يلا دي الروابط، تمام، دي كل الحاجات. ما يصير في إدارة المخاطر. تمام، كويس. طيب شكرا منى خليفة، تمام. في دور مخلوع في الكومنت ده، ما علينا. زينب، لا ما زينب، محمد. حصري على الموظفين في الدولة، هي مش على الموظفين في الدولة، معليش. يعني أنا ما أعرف تقصد شنو تحديدا بالموظفين في الدولة، لكن المنح حق بنك التنمية الإسلامي بتجي للدولة، بتجي للدولة ما بتجي للأفراد، تمام. في منح تانية ممكن تعمل للأفراد. كويس الرابط، أوكي. طيب يا سيف الدين إن شاء الله تلقى الحاجة اللي عايزة. تاني مين؟ سارة بشير، أوكي. طيب أوكي تمام. دايما أشوف إذا محاسبة يعني ماجستير ولا دكتورة؟ طيب خلاص عشان نختصر حاجات كثيرة ممكن. طيب معلش هرجع تاني للحاجة اللي اسمها ICGEB أو ICGEB زي ما بعض الناس بيقولوا عليها. طيب الـ ICGEB هي International Center، International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. قلنا الـ Center ده، هو الـ International Center ده، عنده دورات تدريبية، عنده ورش، عنده مؤتمرات، وعنده عنده منح لفترة بحثية، وعنده كمان منح لدكتورة
دي حاجة شكلها جديد، لأنه أنا زمان كنت بفتش عليه وما ظهرت لي. المهم عنده الاي سي جي بي، عنده 3 هيد كوارترز، أو عنده 3 كامباسات في العالم، واحد في تريستي في إيطاليا، والثاني في بريتوريا في ساوث أفريقيا جنوب أفريقيا، والثالث في نيودلهي في الهند. بيشتغلوا حاجات كثيرة، هي كلها ريليتد للطب والبيوتكنولوجي. تمام. الحاجة الظريفة في ناس الـ ICGP ديل، ده كلام هعيده تاني لأنه بيل قلته، إنه المؤتمرات حقاتهم ما بيدفعوكم رسوم تسجيل للمؤتمر ده، عشان السودان أصلا دولة مشاركة معاهم، أو من الممبرز كانتري. تمام. عندهم مكتب زمان كان في اللهم صل على سيدنا محمد، ما متذكرة كان وين. المهم بيوفر المؤتمرات دي سنوية، ممكن تكون في ورش سنوية وثابتة، يعني هو المفروض الناس كل شوية تتغير، يعني تجد السنة دي ممكن تجي السنة الجاية تاني لنفس الكونفرنس. تمام. حسين بتجي بعد شوية بجاوب لك. الاي سي جي بي قلنا المؤتمرات حقتها كل سنة بتنزل الكاليندر أو التقويم حقها، الناس بتقدم ليها، ما بيكون في رسوم بتاع التسجيل. بيوفروا لهم السكن، وبيوفروا لهم التذاكر حقت الطيران لو انت مشارك. تمام. لو انت مشارك في ببوستر، او لو عندك سيشن يعني بتاع ما اسمها، ما اعرف بالعربي، اذا عندك محاضرة معاهم. تمام. خلاص انت بتمشي هناك، رسومك مدفوعة او ما بيسألوك منها، سكن عليهم، وممكن بيدفعوا لك جزء من التذاكر الطيران او تذاكر الطيران لو انت مشارك. حتى لو انت ما مشارك، ماشي بس تحضر، ممكن يدوك، لكن تكون تقدم من بدري. تمام. تقدم من بدري، وهنا يعني والناس اللي بتطلع لهم الفرصة للكونفرنس ده، يا ريت تستفيدوا منها، انه يعملوا كونتاكت او يتعرفوا على ناس عشان اللي قدام يستفادوا منهم. طيب. حسين حسن. طيب. حسين حسن، لو انت داير تقدم لدكتوراه لازم يكون عندك ماجستير. خلاص. لكن انا ستيل ما عارفه، انه انا في البنك الاسلامي اللي انا بتكلم عنهم، وده موضوع اللايف، انه عندهم فرصه للناس المحاسبه ولا لا. خلاص. محمد، لا مو محمد، عبد الرحمن عبد العال. انا من الجزيره، من قريه اسمها الطلحه. طيب. طريقه التقديم كيف؟ بالضبط يعني ده ما مندي مندي طريقة التقديم لشنو؟ لمكان من بنك التنمية الإسلامي، بتنزل الفورم من بتنزل أونلاين، بتعمل له داونلود، بتعبي الحاجات اللي فيه، وفي بيوريك إنك المفروض ترفق معاهم شنو شنو، وبتشيل الفايل كله، بتسلمه لمكتبه في إمارة التعاون الدولي. زمان أنا ما متذكرة، يعني لحد 2013 كانت في وزارة التعاون الدولي. مقابلة محل الجوازات الداخلية. طيب. محمد عثمان، repeat what all about is a free medical graduate only. يا محمد عثمان، ان ريبيت كل الاول اباوت دي صعبة شوية. خلاص. لكن انا بس الفيديو ممكن يتحفظ، وانت ترجع عليهم من الاول. تمام. واذا عندك اي سؤال تحطه في الكومنت، وانا برجع عليهم. تمام. حمودة، فكرة الملح الزهر. اوكي. تمام. ايوه. حمودة صالح، المنحة حقت بنك التنمية الاسلامي، قلنا لانه السودان دولة مساهمة في البنك ده، عندها الحقيقة إنه تطلع ليها منح للناس المنسوبين. فالمنحة دي للدولة، المنحة دي للدولة، عشان كده بتتوزع للناس الناس الشغالين في الدولة. تمام.
المكتب بس حقهم في وزارة المالية، لكن اللي نحن ما لوزارة المالية، معليش عشان ما تفهم غلط، المكتب حق بنك التنمية الإسلامية تابع لوزارة المالية، وده زمان ما متذكر هسه حيكون كيف، تابع لوزارة المالية، المكتب حقهم في عمارة التعاون الدولي، عمارة كبيرة كده ده، لونها أزرق شفاف، عمارة ظريفة كده مقابلة وزارة الداخلية. طيب عنده قبول لدكتوراه مجال تمام الهندسة دي، هي من الحاجات المطلوبة إنه يكون عندك قبول في قبول للدكتوراه تمام. أيوة من دعم الدراسة، هي أصلا دعم للدكتوراه أول حاجة دراسية أو ما بعد الدكتوراه. موظف حكومي ده كمان يعني عنده الحقية، لأنه هو المنحة للبلد، وبيفضل إنه الزول يكون عنده منصب حكومي، مش منصب يعني كوزير، المهم يعني يكون عندك وظيفة تابعة للحكومة تمام. عليكم السلام يا عبد الله. المنح للعاملين، والله حديثا ممكن، يلا انت ممكن بس تمشي تستفسر، انا الحاجات المكتوبة هي في انها جاية للدولة، فهي حتى لو خاصة او عامة هي استيل في الدولة، لكن يعني ما بتجي لأفراد، لو انت ما رشحتك مؤسسة ما بيحق لك انك تقدم، يعني ما تمشي انت كده ما عندك وظيفة ومن طولك تمشي تقول داير المنحة دي تمام. هذا رابط حقة الكونفرنس ده. اوكي مجال معين ولا لا؟ طيب يا ولا الكونفرنس ده هما اتنين، واحد فيهم دقيقة أنا أنزل ليك عشان المشكلة ليه صدمنا كده من ودي أقسم الكمبيوتر حقي ما بكتب إنجل، ما بكتب عربي. يلا دي الفيلد اوف ريسيرش للماستر، دي حق بنك التنمية. تقدم براك، هي صعبة شوية معلش، يعني ما انا اللي عملتها لكن هي صعبة. طيب دقيقة انا مشي قبل ما انا ارجع لدير، في شنو تاني هنا؟ القطاع الخاص، يا عبد الله انا زي ما قلت لك انه يكون عنده جهة يترشح منها، خاص ولا عام ولا دي انا ما بقدر افتي لك فيها شديد، في ناس زعلانين ما عارفة ليه. المهم اسراء دي عاملة. اوكي طيب رب صفحة الكونفرنس يا قبل ما ننسى، انا ما اعرف احد القيه. هو الكونفرنس أمين اسمها، وين اسمها مين؟ ولاء، يا ولاء، دي الروابط اللي أنا عملتها كلها بتلاقيها هنا خلاص. طيب أقسام الزبيرة وأقسام، انت عايز تعمل شنو يا اقسم؟ داير تعمل ماجستير ولا دكتوراه؟ معليش عصمت علي السيد، خريج علوم رياضيات تقدر ممتاز. الماجستير ولا الدكتوراه مباشرة؟ دكتوراه مباشرة صعبة شوية، لكن يلا للماجستير انا عملت رابط لانه فايند ذا ماستر. دقيقة اعمله لك تاني. مين اسمه هذا للماستر؟
طيب ده للماستر. طيب مباشرة عبر البنك، لا البنك التنمية الإسلامي للدكتوراه، لازم تكون تعمل الماجستير، يكون عندك الدرجة حقت الماجستير وماسكة على الأقل 2 سنين بعد الماجستير. تمام، عليكم السلام. ثواني أختم، أنت المشكلة شنو كانت؟ أنت مجالك شنو يا أقسم؟ معليش ممكن أحفظ الله عشان أدعم. طب أكيد أكيد يا شذا، شذا صح؟ شذا أكيد اللايف بيتحفظ إن شاء الله. أنا ما عارفة المفروض الليمت يكون كم، لأن لكن أنا قاعدة لي ساعة وزيادة، ما عارفة المفروض تخلي، المفروض يكون كفاية. طيب يا أقسم، هي دي شروط البنك، دي ما حاجة أنا عملتها، إنه البنك أصلا المنحة حقته بتجي للدولة والناس بتقدم ليها، الدولة ذاتك مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة، دي بعدين بتناقشها مع المكتب حقهم هناك. تقدم براك دي أنا ما أعرف، أنت داير ماجستير ولا دكتوراه، لكن في ماسترات كثيرة، مش كثيرة يعني، في روابط حقت ماجستير أنا نزلتها، بتلقاها في التعليقات الفوق خلاص، أو لما يخلص اللايف في فايل أنا هنزله عشان الناس تستفكتر. أنا عملت أبلود لكن اتخلي داير إنه الموافقة من الأدمنز. شكرا أحمد، أنا قلت له أوكي. تخيلي خلاص كده مفروض ولا شنو كده ماشي. طيب شكله ما في أسئلة وأنا خلصت الكلام اللي عندي. ما في منح للبكالوريوس. أحمد صالح، البكالوريوس دي يمكن يكون في، لكن أنا أصلا اللايف كان عن المنحة حق الدكتوراه، وقلت عشان في ناس كتيرين حيسألوا على الماجستير فجبت كم رابط للماجستير، لكن بكالوريوس دي بصراحة ما فتشت عليها. تمام، البنك التنمية الإسلامي اللي هو أنا اتكلمت عن الدكتوراه حقته عنده منح لبكالوريوس ولماجستير، لكن ما للسودانيين. تمام، الدكتوراه المباشرة من غير ماجستير هي صعبة للانترناشونال ستودنت. طبعا الكورسات ذاتها بتختلف، من الكورسات من جامعة انترناشونال للجامعات اللي هنا بتختلف، وعشان كده صعبة، لكن انت ممكن يعني تمشي. كتر خيرك. ما قادرة اقرا التعليق حقك، معلش. عصمت علي السيد، وضعت التقديم. اوكي طيب، التقديم نقول تاني، التقديم للدكتوراه لبنك التنمية الإسلامي، دكتوراه ما ماجستير ولا بكالوريوس، خلاص نوضح الحتة دي من البداية. وبنك التنمية الإسلامي، ما أي بنك تاني أو ما منحة تانية، التقديم لبنك التنمية الإسلامي لازم يكون عندك قبول، اللي هي انت قلتها قبل شوية، ويكون في فئة عمرية محددة، 35 حد أعلى للناس اللي دايرين الدكتوراه، و40 للناس اللي دايرين الدراسات فوق الدكتوراه. تمام، يكون عندك قبول، ويكون عندك شهادة من إجازة اللغة اللي انت في البلد اللي انت ماشيه، ويكون عندك خطاب ترشيح من المؤسسة اللي انت ماشيها، لأنه المنحة حق بنك التنمية الإسلامي للدولة ما للأفراد، عشان كده لازم أنت يكون عندك جهة بتنتمي ليها ترشحك. خطاب الترشيح من الجهة دي 1، أول حاجة، أول سن، 2، 3 يكون أنت عندك قبول،
يعني انت قبل ما تقدم لبنك التنمية الإسلامي يكون عندك جوجلك جاهز في يدك، عشان انت تفتش على الجوجل ده بتشوف المجالات المحددة البنك عشان انت تشتغل فيها، وتشوف الجامعات المحددة البنك او الجامعات المحددة او البلدان المحددة البنك، تمام؟ بتشوف المجال، بتشوف الجامعات، بتراسلهم، بتشيل القبول، بتجيبه، بتحطه عندك، بتجيب الشهادة حقت إجازة اللغة. إذا عندك منشورات في المجال اللي أنت ماشيه بتحطه برضه، بتحط الأبستراكت حقته تقريبا، تاني شنو هو بيجيب مقترح البحث، يعني إنه أنت، أنا داير أعمل البحث في الحاجة الفلانية اللي هي دي المجالات، وبيخدم بلدك كيف، برضه بتحطه في المقترح حق البحث. وبترتبهم. التقديم للبنك ما مباشرة أبدا، ما في تقديم مباشر للبنك، في عبر المكاتب أو المناديب. في حالة السودان، المكتب بنك التنمية الإسلامي في السودان تابع لوزارة المالية، تابع لوزارة المالية. ده ما بيعني إنه المنح جاية لناس وزارة المالية، عشان نكون واضحين، تمام؟ المكتب حقهم هناك، انت بتشيل الفايل حقك وبتمشي، بتتعمل لجنة عشان تفرز الفايلات دي في الأول، وبعدك بيختاروا منها حسب الكرايتيريا حقت حسب الشروط المحددة البنك، بيرسلوها للسعودية. في السعودية عندهم هناك لجنة علمية بتجتمع وبتفرز الفايلات دي، وبترسل للناس الشورت ليست او الناس اللي اتخدتوا في الليست المصغره، تمام؟ بتطلب منهم معلومات زياده، او بتطلب منهم مستندات زياده، تمام؟ الحاجه المؤسفه في البرنامج ده في الفتره دي، يعني مش مؤسفه أوي يعني، المهم الحاجه المؤسفه انه ما في كونتاكت بينك وبين المكتب حقهم في الدوله، هل هو مكتبهم السودان، انه انت اختار فايلك مشى السعوديه ولا لا، دي ما في كونتاكت. ومن ال من ال لما يصل هناك السعوديه ما بيعملوا معاك كونتاكت الا تكون انت شورت ليستد، يعني بيجي عليك زمن انت ما بتكون عارف انه هم اتاخروا ولا ما اخذوك. يعني انا كان قدمت المره الاولى، كنت بساسد وبمشي وبسال، بيقولوا لسه بمشي مكتبهم هنا. في النهايه بعد مشاور شهرين 3 شهور كده، ده واحد من الموظفين قال لي تعالي دقيقه، في الفايل حقي اصلا مش السعوديه ولا لا، فلقاه قاعد في الدرج، يعني بعد ما ساسد شهرين وثلاثه حتى قال لي كده. المهم دي الحاجه تكونوا خدتنا في بالكم، انه ما بيعملوا كونتاكت في المرحله دي عشان تكونوا عارفين. بعد تطلع لك المنحة بيطلبوا منك إنك تعمل فحص طبي، إنه تكون يعني خالي من أمراض معينة، وبعدين بتمشي، المفروض تلتزم بضوابط المحل، ضوابط الدولة اللي أنت ماشيها، وتبدي يعني تحكي الصورة كويسة عن بلدك وعن الجهة الممولات. تاني، إذا أخذت المنحة بيكون عندهم 3 عقودات، العقد الأول بين البنك والجهة اللي رشحتك، اللي هي البنك بيشترط عليهم إنه يحطوك في منحة دراسية، ويحفظوا الوظيفة حقتك والمرتب حقك لحد لو انطردت، ده الواحد المؤسسة بتوافق عليه. الثاني بيكون بينك أنت وبين البنك إنه أنت تلتزم بالشروط اللي قالها البنك، وإنك ترجع بلدك، ده العقد الثاني. العقد الثالث بينك انت وبين المؤسسة، اللي هو ده بيكون عبر إدارة التدريب، انه نحن مبتعثينك لكن انت راجع لنا وتشتغل لنا الفترة الفلانية. بس في اي سؤال؟ انا اغلب الناس ما عارفة الحاجة دي. الحاجة يا تا انا ما قادرة اعمل، ما قادرة اصل لنهاية الكومنت حقك يا حمودة صالح. هشام نور الدين شرط اللغة إنه أدرس. طيب، عين اللغة هي المفروض تكون لغة، عارف لغة البلد اللي أنت ماشيها، ماشي إيطاليا، تعرف لغة إيطالي، بتجيب شهادة إنه أنا بعرف، ده إذا عندهم هم جامعات مرشحة في إيطاليا أو هم متعاقدين معاها. ماشي فرنسا، بتجيب إجازة لغة فرنسية. ماشي ألمانيا، هي لغة ألمانية، المهم لغة البلد اللي أنت ماشيها بتكون عارفة، تمام؟ والحاجة دي ليه؟ لأنه البنك ما بيمول أي فترة تدريبية. أي فترة تدريبية دي بتشمل الفترة بتاعة تعليم اللغة، دي ما داخلة في المنحة، والفترة بتاعة تدريب عملي قبل المنحة دي برضو ما داخل فيها، تمام؟
انت يا هشام، انا جاوبت على انه شرط اللغه في المنحه حقت البنك، لكن شرط اللغه لانك تاخد القبول بشروط الجامعه اللي انت بتقدم ليها. بس لكن عموما يعني الناس مثلا قالوا ماجستير بالانجليزي وشالوا شهاده من الجامعه، لانه احنا قرينا كورسات بالانجليزي، الحاجه دي ما بتمشي معاهم. لازم انت تمشي تعمل الامتحان حقهم حق الانجليزي الايلتس، تمام. وكل جامعة عندها سكور معين أو ليفل معين الناس بتمتحنه، بيكون بيدوهم ليه، وبعد ذاك إذا جابوا الحد الأدنى للجامعة اللي عايزاهم بتديك الأوفر. والقبول من الجامعة بحاجة مختلفة عن المنحة. القبول من الجامعة دي، حتى لو المنحة ذاتها من نفس الجامعة، كونه يدوك القبول للدرجة للماجستير أو للدكتوراه حاجة مختلفة عن المنحة. أبو طالب أنت جيت هسي. شكرا يا هشام. أبو طالب أنت جيت هسي، لكن أنا جيت لي ساعة ونص تقريبا. ده اللايف الثاني. اللايف هيتحفظ، ممكن تحضره من الأول وتشوف إذا المعلومة اللي أنت عايز تعرفها لقيتها جوه اللايف خلاص، إذا ما لقيتها تحطه في تعليق وأنا برد لك عليهم إن شاء الله. لكن عموما الفكرة كانت توضيح للمنحة حق البنك التنمية الإسلامي للدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه في مجالات بيحدد البنك. المجالات حقت البنك دي في رابط أنا نزلته في التعليق الفوق، تمام. طيب سيف الدين، سيف الدين محمد بابكر الدين ده اخذ من حد بنك التنمية الإسلامي زمان، وممكن هو يخش لكم ذاته في لايف يوريكم الحاصل شنو. هتقول لي صورة في بنك. طيب يا موسى سلمان، العنوان بتاع اللايف مكتوب فوق، أنا كتبت continuing Islamic Development Bank. أوكي، يعني الموضوع عن البنك التنمية الإسلامي والمنحة عن منح دكتوراه أو دراسات فوق الدكتوراه، لكن أديت كم روابط أو كم معلومات عن الماجستير، منح الماجستير وكيفية التقديم للماجستير، مش كيفية الروابط، يعني لأنه الناس تلقى ماجستير كيف، تمام. تقريبا المفروض نكون خلصنا. شكرا حمادة. طيب لحد هنا خلاص نكون خلصنا، وده الجزء الثاني. هو الجزء الثاني من الجزء الأول، وأصلا كان الموضوع كان على الخلايا الجذعية، لكن باين إنه ما في ناس كثيرين انترستد في الموضوع، فنحن ممكن نعمل سيشن ثاني عن الأبحاث بتاعت الخلايا الجذعية. شكرا لكم كثير، واللايف هيتحفظ، شوفوا الحاصل فيه وبعدين، وخدوا الأسئلة لما تحضروه للنهاية. خدوا الأسئلة اللي انتوا عايزينها في تعليقات وأنا برد لكم عليها. يلا مع السلامة، تسلموا كتير، ومع السلامة. بشير الجيلي، أيوة مطلوب أيلتس. الأيلتس المطلوب هو مطلوبات جامعة. طيب هو مطلوبات جامعة، مطلوبات جامعة ومطلوبات المنحة برضو. أنا الدكتوراه المباشرة، المفترض مباشرة دايما. Islamic Bank in Sudan؟ No. لا، ما البنك الإسلامي في السودان، بنك التنمية الإسلامي ده مقره في السعودية في جدة. يا موسى، أي دكتوراه مباشرة دي أنا ما عارفة أنت قاصد شنو، قصدك تقدم مباشرة لدكتوراه بالمنحة حقتها؟ يمكن بتلقى، ما عارفة.
لكن انا كان كلامي بس عن منحة التنمية الإسلامية للدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه. تمام. طيب بدون ماجستير؟ على حسب الجامعة، على حسب الحاجة اللي انت دارسها، وعلى حسب البروجكت اللي انت مقدم ليه ممكن يقبلوك او لا. لكن عموما للانترناشونال ستودنت بيخدوا من الشروط الاساسية ان يكون انت عامل ماجستير، ده للقبول ما للمنحة. المنحة برضو انت لو عايز تقدم لدكتوراه لازم يكون عندك الماجستير، وتكون شهادة الماجستير على الاقل عندها عندك قبل سنتين، عندك او بحث، تكون شغال بحوث لمدة سنتين. انا قفل لحد كده، وشكرا لكم كتير. ولو عندكم اي تعليقات اي اسئلة بعد تحضروا اللايف كله، بليز احضروا اللايف كله، اذا ما جاوبت ليكم حطوه في تعليق وانا برد ليكم تاني ان شاء الله. مع السلامة.